تمام يا فندم، انا دلوقتي حضرتك هستوب الشير، هستوب بقى الشير ولا؟ خلاص، احنا وي ار ريدي تو ستارت يا فندم. الساعه 10 ان شاء الله. طيب حاضر، اوكي يا بس فندم. اكتب حاجة كده زيادة. بس حاجة برضو على الفيسبوك على طول. احنا كده على الفيس يا فندم. خلاص يا فندم. كده شيرد معاك يا دكتور محمد؟ تمام، كده سعد. شيرد؟ تمام يا فندم، نبدأ يا فندم. اتفضل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. It's a great honor to be with us tonight. One of our best friends and best speakers in Egypt, Professor Wael Samir, Professor of Orthopedic Surgery at Shams University. Thank you, Professor Wael, for being with us tonight. Professor Wael will speak about tibial plateau fracture. Thank you so much, sir. Would you start, please, sir? انا كده اوكي ولا؟ اوكي يا فندم، كده فول سكرين. سامعني يا دكتور محمد؟ سامع سعادتك يا فندم. طيب تمام. طبعا بشكر الدكتور محمد الأشهب على الدعوة الكريمة لكلية طب بنها، وهذا المجهود الرائع المستمر الحقيقة على مدى الثمان شهور اللي فاتوا، وربنا يجازيكم خير طبعا على المجهود ده. هتكلم النهارده عن التيبيا بلاتو فراكشر، وانا حبيت اسميها تشينجينج فيلوسوفي. تشينجينج فيلوسوفي لان التيبيا بلاتو فراكشر الحقيقه حصل له دراماتيك تشينج في البراكتس والكلاسيفيكيشن والدياجنوزيس والابروتشز على مدى الفتره اللي انا مارست فيها البراكتس من ايام الريزيدنسي، يعني من 22 سنه مثلا لحد النهارده. لا، في تشينج قوي، في كسور كتير يمكن ما حصلهاش تشينج في الكلاسيفيكيشن، زي النك فيمر مثلا والدياجنوزيس بتاعها والمانجمنت. ممكن يكون حصل تشينج في الامبلانت، انما التيبيال بلاتو من الحاجات اللي حصل فيها دراماتيك تشينج ان ذا براكتس. انا بس بحب اعمل اكنولجمنت لان انا الدكتور الزهر حسن والدكتور رضوان والايو فاونديشن على بعض الماتيريال اللي انا استخدمتها. التيبيال بلاتو فراكشر بتمثل، هي it is not so common فراكشر الحقيقه في الاورثوبيديك سيرجري، او about 1% لكل البوني فراكشر، 70% منها ايزوليتد تيبيال بلاتو فراكشر، وحوالي 20% بيبقوا باي كوندايلر، ودول هم وال 10% يعني 30% هم اللي مور كومبلكس اند سيفير فراكشرز. وabout 50% of the bicondylar fracture الحقيقه بينتهوا بارثرايتس، وعندنا common association في حالات الميديال بلاتو فراكشر بحاجات ligamentous injury زي الـ ACL avulsion وزي المينيسكال injury. الميكانيزم في injury بتاع التيبيال بلاتو، احنا عندنا two main category للميكانيزم في injury، either low energy trauma أو high energy trauma، وفي discrepancy واضح ما بينهم. الـ high energy trauma ده دايما بيحصل فيه أكتر في الميلز، بيحصل في الـ young patients اللي هم about 40 years،
ودول دايما من هاي انرجي تروما، سواء فولينج فروم هايتس او الار تي اي، ودول بينتهوا دايما بسيفير كومنيوشن للبروكسيمال تيبيال بلاتو، ودايما بيبقوا اسوشيتد بسيفير سوفت تيشو انجري وسوفت تيشو كومبليكيشن ان ذا فورم اوف كومبارتمنتال او ليجامنتس انجري. اللو انرجي تروما ودي دايما بنشوفها اكتر في الفيميلز الالدري بيشنت مع الديزيز بون والاوستيوبروزس. Whatever الاثنين الكوز، دايما التيبيال بلاتو بيحصل له الفراكشن عن طريق one of the mechanisms اللي هو الاكزيال لود وكومبايند سواء بفيروس او فالجس استرس، وموست كومنلي بيبقى فالجس. عشان كده احنا موست كومنلي بنشوف اللاترال تيبيال بلاتو فراكشر اكتر من الميديال تيبيال بلاتو اللي هو لا يمثل اكتر من 10% من التيبيال بلاتو فراكشرز فيروس. وده ممكن ينتهي ان بسبلت فراكشرز او سبلت وديبريشن او كومباينيشن من الاثنين، سواء مع السبلت او الديبريشن كومبلكس فراكشرز. لما تيجي نتكلم عن الجولز اوف ذا تريتمنت، ممكن يجي في اول حاجه لدماغ الحد اللي هو الجوينت كونجريتي، ان انا ارجع الجوينت كونجريتي. انما الحقيقه هو الأهم من كل ده ولازم يكون ده الجول الأساسي بتاعي، هو restoration of the extremity of axial alignment. لأن أنا لو مرجع alignment of the lower limb كويس، حتى لو في سنة incongruity أو step off في articular surface، هتبقى results good to excellent results في النهاية. إنما مع أي mal alignment في lower limb مع previous fracture we very mild incongruity of the joint, results هتبقى very bad بالنسبة للمال alignment. فإذا الجول الأساسي اللي أنا دايما بفكر فيه هو restoration of the extremity alignment والstability of the joint. بمعنى ان انا لو عندي اي مشكله في الليجامنت، سواء الميديال كولاترال ليجامنت او اللاتر كولاترال ليجامنت او الاي سي ال والبي سي ال، should be treated مع التيبيال بلاتو fractures، علشان الاستابيليتي مع الفراكشر دي very crucial للبروجنوزس والهيلينج اوف ذس فراكشر والبروجنوزس. لما انا اوصل لكل الجولز ديت، اكيد هقلو الايرلي رينج اوف موشن وامنع الاستيفنس وامنع الاوستيو ارثرايتس. الديسيجن ميكنج في التيبيال بلاتو مهم جدا وفيري كروشيال. اول سؤال هتساله نفسك واول مهم، وده يمكن في بعض الفراكشرز ما بيبقاش ذات الاهميه، هو التايمينج اوف سيرجري. يا ترى ان انا هعمل السيرجري ات وانس از ا سنجل اوبر دايركت اوبر ريدكشن انترنال فيكسيشن، ولا شال اي جو فور ستيجد مانجمنت، بمعنى ان انا هحط اكسترنال فيكسيتور واويت لحد ما الصوف تيشو يهيل وبعد كده اعمل الاوبر ريدكشن انترنال فيكسيشن، لان الباد تايمينج هيبقى فيري باد افكت على البروجنوزس بتاع ذيس فراكشر. الاكيوريت كلاسيفيكيشن اوف ذا فراكشر، وده هنشوف ازاي الفلسفه اتغيرت في البرسبشن بتاع البيرسوناليتي اوف ذا فراكشر في خلال ال 20 سنه اللي فاتوا، واللي اتبنى بعد كده عليهم البروبر ابروتش سيلكشن، ان انت بتختار الابروتش على حسب الفراكشر كونفيجريشن وعلى حسب الـ CT و 3D configuration of this fracture. وقلنا ان احنا حصل دراماتيك برضو change في البراكتس في التيبيال بلاتو. احنا لما كنت نايب او حاجة من حاجة وعشرين سنة، كان الفكرة كلها بتاع التيبيال بلاتو ان احنا يا بنفتح lateral يا بنفتح medial او midline علشان نشوف medial و lateral. الحقيقة لا، ما بقاش الكلام ده بعد الـ implementation of what is called circumferential fixation، ان انا بلف حوالين التيبيال بلاتو واشوف المشكلة في direct للبروبلم بتاعة الفراكشر ومكان المشكلة فين، سواء المشكلة في التنشن او في الكمبرشن. الامبلانت تشويس يمكن ليس ذو اهمية قوي، وده ما تغيرش كتير في التيبيال بلاتو، ومعظم الامبلانتس اللي بنستخدمها مبيبقاش منها هي المشكلة. وانس انك فهمت الكونفيجوريشن بتاع الفراكشر سايت والبروبر ابروتش سيلكشن، انت ما عندكش مشكلة كبيرة في الامبلانت تشويس، وكل ده طبعا هيليد تو الافويدنج اوف كومبليكيشن. انا لما حد بيبلغني عن تيبيال بلاتو فراكشر ويبعت لي تيبيال بلاتو على على الواتساب، انا ما بقدرش ابص على الاشعه الا لما اسال على السوفت تيشو. ما تقوليش عندك تيبيال بلاتو فراكشر، قول لي السوفت تيشو اخبار بتاع العيان ده، لان ده فيري كروشيال في الديسيجن ميكنج في التيبيال بلاتو. يمكن في تعريف قوي للفراكشر، it is a soft tissue injury with a broken bone inside. لازم التعريف ده دايما نبقى عارفينه، ان الفراكشر في اي حته هو soft tissue injury في الاساس ومعاه broken bone inside.
علشان كده اي حد بلغ باي فراكشر لازم يسال على السوفت تيشو. السوفت تيشو دي تشمل كل السوفت تيشو اللي اراوند فراكشر، تشمل الفاسكولار، تشمل النيورولوجيكال اكزامينشن. واذا كان ده حاجه مهمه في بعض الكسور فهو فيري فيري امبورتنت في حالات وفيري كروشال في حالات التيبيال بلاتو فراكشر. وزي ما انتم شايفين الراديولوجيكال ايفالويشن اخر حاجه، يبقى لما حد يبلغ بتيبيال بلاتو فراكشر لو سمحت سيب الاشعه واسال عن السوفت تيشو، هل هو كلوز انجري ولا اوبن فراكشر، واذا كان كلوز هل في تنس إديمة، هل امبندنج كومبارتمنتال سندروم ولا لا، اسال عن الفاسكولار كونديشن ونيورولوجيكال اكزامينشن. ودايما نشك في النيورولوجيكال اكزامينشن لو معاه اسوشيتد فيبولار هيد فراكشر او ان هو كان ميدس فراكشر. الكومبارتمنتال سندروم دايما احنا بنشخصه بالبين اللي ماشي مش ماشي مع الفراكشر وانكريدنج، برغم ان احنا بنديله السيداتيف وبرغم ان احنا بنديله انالجيسك بقوه علشان نكنترول البين، ومع طبعا التنس إديمة اللي حوالين البروكسيمال جزء بتاع البروكسيمال ليج والبين اللي بيزيد مع اكساجيريتد مع الدورس فلكشن. ولكن ما ننساش ان بعض الحالات ممكن يكون معاها اوكلت كومبارتمنتال سندروم في النون كومبتنت بيشنت او الديستراكتد نتيجه مثلا هو كوماتوز او بوليتروماتايزد بيشنت او انسنس بيشنت زي في حالات الدايابيتس او حالات ان يكون عنده حاجه سباينال كورد انجري كمان معاه. يبقى ما ننساش الاوكلت كومبارتمنتال سندروم مع عيانين التيبيال بلاتو، لان الرونج تايمينج والرونج ايفالويشن اوف ذا سوفت تيشو هيؤدي الى زي ما احنا قلنا الى فيري باد افكت من الانفكشن والوند ديهيسنس والسوفت تيشو كومبليكيشنز. فالفراكشر اويرنس هو مينلي اويرنس بالسوفت تيشو اراوند تو ديسايد وين تو اوبريت اون ذيس فراكشر. والقاعده الاساسيه في الكومبلكس تيبيال بلاتو فراكشر، دونت راش تو اوبن ذا سيرجي او دونت راش تو ذا اوبريشن روم. ولازم نمشي بالقصة الأساسية اللي هي span, scan and zim plan. span يعني أنا بدي لنفسي فرصة بالligamento taxis وbusing of external fixator علشان أعمل reduction fracture site، أحافظ على أو restore alignment of the lower limb، أدي soft فرصة للsoft tissue healing اللي around the fracture to be healed، الإديمة to be resolved. والسبانينج فيكسيتور ده المفروض ما يزيدش، ما ينفعش بقى زي في بعض المستشفيات ان احنا نسيبه بالشهرين وبالتلات، لا ده هو مجرد من 5 أيام ل10 أيام ماكسيمم علشان لحد ما السوفت تيشو يسمح لي ان انا اعمل جود سيرجري وزاوت كومبليكيشن اوف ذا سوفت تيشو. واحنا عارفين الشروط بتاعه الاكسترنال فيكسيتور ان هو لازم يكون اواي من اي بعد كده بلاند سيرجيكال انسيجن surgical incision انا ناوي اعمله على الانترولاترال او البوستروميديال او البوستيرور ابروتش، ولازم يكون اواي من الاريا اوف ذا فراكشر. بعد ما بعمل السبانينج ده بعمل سكان بنذر سي تي علشان اشوف البروب وال بي. سوري دكتور وائل بيجوين تاني يا جماعه، معلش هو خرج وبيجوين تاني.
دكتور محمد. اي فندم، ما سامعين حضرتك، انا كنت لسه بكلم حضرتك، اتفضل يا بيك. قول لي هو انا وقفت فين؟ السبانينج والسكاننج بالاكسان فيكسيتور. تمام يا فندم. وكنت حضرتك تتكلم على الاكسان فيكسيتور والشروط بتاعته. البريكوشنز اللي بتعمل مع بالظبط تمام بري تمام ريكويست الاكسان فيكسيتور يا فندم. بس اشغل بقى المحاضرة تاني. احنا كده شغالين، المحاضرة واصلة ولا لا لسه دكتور واقف؟ ماشي حاضر. هو واضح ان النت عند الدكتور وائل فيه مشكلة يا فندم. دكتور وائل خرج تاني؟ تقريبا النت فيه مشكلة. جوين اهو يا فندم. ايوه السلايد يا دكتور وائل، تمام هي دي فعلا. تمام تمام اتفضل يا فندم. فزي ما قلنا ان التايمينج في الكومبلكس تيبيا بلاتو فراكشر از فيري كروشيال، فعشان كده بنتبع الفلسفي اوف ذا سبانينج ذن سكانينج ذن بلاننج. وزي ما قلنا ده بيدينا فرصه للريزوليوشن اوف ذا اديما والهيلينج اوف ذا سوفت تيشو، علشان يسمح لي بعد كده بالاوبر ريدكشن انترنال فيكسيشن. والمفروض ان احنا ما نطولش كتير في الاكسترنال فيكسيتور، ماكسيمم من 5 تو 10 دايز، علشان ما يحصلش البنتراكت انفكشن. ده انذر موديل من برضو نفس الحكايه اللي هو الكومبرومايز سوفت تيشو، وما اقدرش افتح اي ابروتش في وسط هذا السكان. وبعد كده ده السبانينج فيكسيتور. وزي ما احنا قلنا في شروط دايما للسبانينج فيكسيتور، زي ما احنا شايفين الفيكسيتور هنا very away from the fracture area، لازم تبقى بعيد عن fracture zone، علشان لما تفتح بعد كده anterolateral او posteromedial او medial approach يبقى away من اي بنتراكت infection او you compromise الريزلتس بتاعتك later on بعد كده. Another scenario ان انت العيان جاي لك بامبندنج كومبارتمنتال فراكشر، وبالتالي لازم تعمل له كمان فاشوتومي سواء معاه فاسكولار انجري او معهوش، وبرده هنا لازم تعمل بلاننج للفاشوتومي بتاعتك ازاي هتعملها وتمشي ازاي بعد كده مع الديفينيت سيرجري، عشان ما تفتحش الابروتش بتاعك على الجزء اللي انت هتفتح عنه ليتر اون بعد كده ويبقى فيه كومبرومايز للريزلتس بتاعتك. فانت دايما هتحرك الانسيجن بتاع الفاشوتومي بتاعك away from the planning surgical incision، عشان لو كان في اي نوع من الكومبرومايز السوفت تيشو او فلاب بعد كده من التجميل، ولازم يكون ماشي مع دكاتره البلاستيك سيرجري. يعني العين ده عملنا له بعد كده ان انت ميني انفيزيف بليت سيرجري، ان احنا فتحنا فتحه صغيره من فوق ودككنا البليت علشان احنا عندنا كومبرومايز للسوفت تيشو اراوند، واتعمل له بعد كده فري جرافتنج. لما نيجي بقى للكلاسيفيكيشن سيستم، اشهر كلاسيفيكيشن سيستم كلنا عارفينه هو شاتزكر كلاسيفيكيشن. وشاتزكر كلاسيفيكيشن قسم على حسب الافكشن ميديال او لاترال او بوث، وعلى حسب ده سبليت ولا ديبرشن ولا سبليت ديبرشن. فنلاقي مثلا اللي هو تايب 1 عباره عن سبليت فراكشر في اللاترال تيبيال بلاتو، السبليت ديبرشن ده تايب 2، كل ده في اللاترال تيبيال بلاتو. لو بيور ديبرشن وزاود افكشن اوف ذا لاترال كورتكس ده تايب 3 في الشاتزكر. ميديال فيمورال كوندايل، ميديال تيبيال كوندايل ده مهم جدا الميديال كوندايل، لانه متعرض لستريس اكتر من اللاترال وله اهميه، فعشان كده خلاه تايب 4. ودايما هنلاحظ ان الفراكشر بتاع الميديال فيمورال كوندايل لارج فراجمنت اند نوت كومينيوتد ونوت اسوشيتد وذ ديبرشن، وده سببه نتيجة الكونجرويتي ما بين الميديال تيبيال بلاتو والميديال فيمورال كوندايل، تيس كونكيف يعني كونكيف سيرفيس مع كونكيف سيرفيس، فهما الاثنين هايلي كونجرنت، وبالتالي الاستراسز متوزع على سيرفيس كبير على الميديال فينكسر كله از وان فراجمنت. في حين على اللاترال احنا بنشوف دايما ان اللاترال تيبيال بلاتو كونفكس،
والconvex ده معناه ان هو الكونتاكت مع اللاترال فيمر كوندايل ات وان بوينت. فلما كل الستريسز او الانرجي تبقى ديسيبيتد على وان بوينت ده هيؤدي الى ديبرشن وهيؤدي الى هاي كومينيوشن في تايب 5 مثلا او تايب 6. الفرق ما بين تايب 5 وتايب 6 ان احنا في 5 احنا عندنا 2 التيبيال بلاتو مكسورين بس ما فيش ديسوسيشن ما بين الميتافيسس والديافيسس، في حين تايب 6 واحنا عندنا 2 كوندايلز مكسورين وفي ديسوسيشن ما بين الميتافيسس والديافيسس. بنتكلم عن المور كلاسيفيكيشن ويمكن اعظم الناس ما بتستخدموش كتير، ومع انه كان هو من الحاجات المهمه اللي احنا كنا ساعات نستعين بيها قبل ما الثري كولم ثيوري تطلع، وده كان اول واحد يلفت نظرنا لحاجات السبليت ديبريشن ان ذا كرونال بلين، يعني انك تلاقي فراكشر موجود بس في البوستيريور كوندايل وزاوت افكشن. لو احنا شفنا هذا الفراكشر تيجي تقسمه على شاتزكر ما تلاقوش ليه تقسيمه عند شاتزكر خالص، لان انت ما تبص عليه هتلاقيه ان اللاترال نوت افكتد والميديال نوت افكتد ومفيش ديبريشن عند اللاترال عشان اقول ان هو تايب 3، وبالتالي ده ما كانش موجود في الكلاسيفيكيشن بتاع شاتزكر. لما نقول على المور كلاسيفيكيشن هو بيتكلم على الكرونال سبلت في تايب 1 وفي تايب 2 وده في السيتي، وفي تايب 2 بيتكلم على 1 كوندايل. وهو مور وهول كان دايما كونسرند بقصه الفراكشر ديسلوكيشن، لو احنا شفنا معظمهم هنا هيبقى قريبين شويه للكلاسيفيكيشن بتاع الفولر والدورسال بارتوم في الديستال ريديوس، معناه ان الجوينت كله بيتحرك مع الجزء الفراكشر ويحصل فراكشر ديسلوكيشن. يعني لما نبص على الفراكشر ده وبادئ من الميديال ورايح على اللاترال، معناها ان الفراجمنت دي كلها بالميديال ليجمنت بالاي سي ال بالبي سي ال كلها تاخد الفيمر وتروح ديسبليس على الميديال سايد، يبقى تيز تايب اوف فراكشر ديسلوكيشن. ولو حصل برضو العكس ان احنا واخدين من الجزء اللاترال ورايح على الميديال واخد معاه الاي سي ال والبي سي ال، اتيز تايب اوف فراكشر ديسلوكيشن. نفس الحكايه هنا الافالجن لللاترال تيبيال بلاتو فراكشر، معناها ان العند اتعرض لسيفير ستريس او سيفير فارس انجري خلت عملت افالجر سواء على الميديال او على اللاترال ريم، او بالعكس حصل كومبريشن على الاذر سايد اللي هو حصل فيه الكومبريشن تروما نتيجه الهاي ستريس، فدي كلها كانت دايما اسوشيتد بالليجامنتس انجري كمان. فهو كان كونسرند اكتر بالحالات اللي هي الفراكشر ديسلوكيشن او اللي اسوشيتد ويز ليجامنتس انجري، وده زي تايب 5 اور تايب 6 في حالات الشاتزكر ان هو 4 بارت فراكشر او التو كوندايلز مكسورين وفي النص كمان الاي سي ال والبي سي ال اللي هو التيبيال امينانس مكسور. فدايما هنلاقي مور كان كونسرند قوي بحكايه ان الهاي انستابيليتي الاسوشيتد مع التيبيال بلاتو، وكان مقسم الناس اللي هم تيبيال بلاتو اسوشيتد ويز ليجامنتس انجري او فراكشر ديسلوكيشن. الايه والحقيقه عندهم كلاسيفيكيشن، ولكن هم مستخدمين نفس الكلاسيفيكيشن اللي بيطبق على اي انترا ارتيكولار فراكشر، ودايما الايه اللي هي اكسترا ارتيكولار يعني نوت اكستندنج خالص في السيرفيس، وبارشال اللي هو انترا ارتيكولار بس 1 كوندايل، والحقيقه نوت بوبولار ومش مفيد قوي في البروجنوزس برغم حبي طبعا للايه والكلام ده، انما هو هنا في التيبيال بلاتو النوت كومنلي يوز تماما في حالات التيبيال بلاتو فراكشرز. ومن هنا جه قصه الكولمن ثيوري، والكولمن الحقيقه ديت خدت بوبولاريتي في اول الالفينات في 2005 وبعدها، وبدات تطبق على معظم الحاجات الارتيكولار فراكشرز. يعني هنلاقي في كولمن برضو كلاسيفيكيشن في الديستال ريدياس، هنلاقي في كولمن كلاسيفيكيشن في الديستال تيبيا، فاتس فيري كومن كلاسيفيكيشن حاليا. وعن قسموا التيبيا البلاتو الى لاترال كولمن وميديال كولمن وبوستيرور كولمن، وهنا بدا يظهر البوستيرور كولمن باهميته اللي كانت تقريبا اجنورد تماما في حالات الشازكر كلاسيفيكيشن، واحنا ما كناش متعودين ان احنا ندي اهميه للبوستيرور كولمن كتير او هاو تو ابروتش البوستيرور كولمن. بس هو كان شرط الكولمن فراكشن ان انت يكون عندك بريك في الكورتكس بتاع الكولمن ده ويز اور ويزاوت ديبريشن، يعني لازم يكون في فراكشر في قلب الكورتكس بتاع الكولمن. وعايزين نكوريليت ما بين الكلاسيفيكيشن ده وبين شاتزكر مثلا،
يعني مثلا هنا هتلاقي انت عندك one column fracture يعني اللاترال column مكسور، ده زي split و split depression، يبقى اللاترال column هو المكسور بس، الميديال كورتكس على الميديال سايد completely intact، posterior completely intact. يبقى انا type 1 و type 2 شاتزكر هم يمثلوا لي one column او lateral column fracture في حالات الكولمن classification. طيب حالات الدبريشن ان بيور انت ارتكولار ديبريشن بس ما حصلش اي فيوليشن للكورتكس سواء على الميديال او على اللاترال البس، وده بيسموه زيرو كولم فراكشر، يعني ما اقدرش اقول عليه وان كولم فراكشر اللي هو شاتزكر تايب 3. فهنا بقى في ديسكريبنسي ما بين الاثنين. Another اللي هو two column fracture بس affecting one condyle، يعني مثلا انت عندك تلاقي هنا lateral مكسور anterior ومكسور posterior، يبقى هو هنا كسر cortex posterior اللي هو posterior column وكسر جزء من lateral، يبقى احنا عندنا two column fracture. برغم ان ده لو احنا هندي classification لشاتزكر ممكن يبقى type 1 او type 2، انما هنا في الكولم بقى تو كولم فراكشر، ففي ديسكريبنسي ما بين التو كلاسيفيكيشنز. على الناحيه الثانيه لو الميديال مكسور جزء انتروميديال وبوستروميديال بقى اسمه تو كولم ميديال فراكشر، لانه انفولفد الانتروميديال كميديال كولم وانفولفنج البوستروميديال كبوستيرور كولم، وده ممكن يبقى موازي لتايب 4 شاتزكر اللي هو ميديال كوندايل فراكشر. One column fracture اللي هو affecting بس ال posterior column زي الحالة اللي عرضناها قبل كده، ان هو واخد ال posterior column برغم ان انت عندك ال anterior وعندك ال lateral وال medial كويسين، كل ال fracture direct posterior، وده كان not including في any type من Schatzker classification. في type 5 و type 4 ده هيبقى اسمه 3 column fracture، لان عادة يبقى عندك على medial وعندك على lateral وعندك على posterior fracture، يبقى ده اسمه 3 column fracture. يبقى احنا شفنا ال 1 column fracture وال 2 column وال 0 column وال 3 column fracture. بدأ الكلام زي ما احنا برضو احنا كل ال intra-articular fractures بتمشي تقريبا simultaneous مع بعض، وده والرسمة دي برضو هنشوفها مثلا في distal radius بقى اسمها ال fragment fixation classification او fragment classification، ان هو عايز يقسم tibial plateau ده قسمها الى 8 نقط. يعني انت الجزء اللي هو الميديال ده عندك anteromedial medial وبوستروميديال ميديال كلهم على الميديال، وبعد كده انتروميديال سنتر وبوستروميديال سنتر، يبقى ده كل الميديال سواء انتيرور وبوستيرور. ممكن نقسم الميديال ده انتيرور وبوستيرور، والانتيرور ده في منه سنترال وفي منه ميديال، واللاترال نفس الحكايه جزء انتيرور وجزء بوستيرور، في منه بوسترولاترال بوسترولاترال لاترال اند بوسترولاترال سنترال، والانتيرور انترولاترال وانترولاترال سين. والحكايه دي هنربطها بعد كده بكل ابروتش وهاو تو مانج اكوردنج ذس كلاسيفيكيشن. ناس حابه تعقد الدنيا شويه زودوا كمان مربعين وقالوا احنا هيبقى في النص ما بين الميديال واللاترال، الانتروميديال والانترولاترال هنزود كمان يبقى انتيرور سنتر وبوستيرور سنتر، يبقى احنا عندنا كده 10 مربعات. واتيفر ده مش فرق جوهري، يعني اكتر الناس ماشيه على الثمانيه اللي هو الانتروميديال ميديال وبوستروميديال ميديال والانتروميديال سنتر والبوستروميديال سنتر وكذلك على الانترو لاترال بتاعنا. لما كتر موضوع السي تي والثري دي كونفيجوريشن بتاع تيبيال بلاتو فراكشر والادفانسز اللي حصل منه ده، بدا الادفانس في الكلاسيفيكيشن يحصل، وان هاو تو ابروتش جزء معين هو المشكله فيه، لان بدا يحصل ان احنا يبقى عندنا ان ساتسفاكتوري ديلينج مع البوستيرو فراكشر. لان زي ما انا قلت ان احنا كنا متعودين ان احنا عندنا ستاندرد ميديال ولاتر ابروتش، احنا ما بنشتغلش غير ميديال ولاتر، وناس كمان كانت بتفتح ميديال لاين، وده كان عرضه جدا خصوصا للعيانين اللي هم هو بيفتح ميد لاين ويعمل اكستنسيف ديسكشن عشان يوصل ميديال ولاترال وكله انتيرور، ما كانش بيوصل بوستيرور خالص، وده كان بيعرض العيان لسوفت تيشو كومبليكيشن عاليه جدا، لان بتعمل اكستنسيف سوفت تيشو ديسكشن وكونك انك تفتح ميد لاين عشان توصل لميديال ولاترال، يعني انت بتتعامل مع شاتزكر تايب 5 او تايب 6 اللي هم اوريدي بيبقى معاهم سيفير سوفت تيشو اديما وسوفت تيشو كومبرومايز.
إنما لقوا إن 75% من البايكوندايلر فراكشر معهم بوستروميديال وأحيانا بوسترولاترال فراجمنت اللي هي لا يمكن هتبقى سبورتد بجاست ميديال أو لاترال بليتنج. ودي الصورة بتوضح حاجة اسمها الكابتشر إيريا. يعني مثلا هنا في الصورة دي أنت حاطت البليت لاتر وعندك هنا بوستروميديال فراجمنت كبيرة، كل المسامير لحم اللاترال مسكت اللاترال فراكشر مع الميديال مع الانتروميديال، انما البوستروميديال ما تشوفهاش. وكلنا بنشوف الحكايه ديت لعينين جايلك بعد كده في العياده باكس راي، اللاترال ممسوك كويس والبليت محطوط، تبص لاترال تلاقي فيه بوستيرور فراجمنت كبيره جدا ساقطه وعامله سابلكسيشن للجوينت. نفس الحكايه هنا، انت عامل وان بليت فروم ذا لاترال وهنا الانتروميديال فراجمنت بتاعتك كلها ممسوكه ات وان بوينت، مش عامله فول سبورت. نفس الحكاية هنا في الصورة الدياجراماتيك ديت، لو انت عندك البيور ان انت عندك مشكلة في البوستيرور كوندايل وسبلت فراكشر واحد بوستيرور وانت حاطط البليت سواء من الميديال او لاترال، هنا طبعا كونكيف فغالبا انت حاطه ميديال ويدوبك ماسك الفراكشر، كل المسامير دي ملهاش اي علاقة بالموضوع لانها ماسكة في هيلسي بون ويدوبك انت ماسك الفراكشر بون سكرو، ديفينتلي ده هيفيل بعد. الحل الوحيد ان لازم علشان تعمل جود باترسنج ان البليت يجي من فروم بوستيرور تو انتيرور ويبقى بيربنديكولار على فراكشر سايت علشان تحصل على ابسولوت ستابيليتي في حالات الانترا ارتيكولار فراكشر. ومن هنا هنبتدي الرسمه دي مهمه جدا وهنعيدها تاني، ان احنا زي ما قلنا احنا قسمنا التيبيال بلاتو في الكات سكشن بتاع التيبيال بلاتو لثمان مناطق، عايزين نشوف كل منطقه how to go through الابروتش بتاعك. يعني السيرجيكال ابروتش، لو انا فكرت في الانترو ميديال ابروتش، انترو ميديال يعني انا بفتح ميديال ابروتش جاست ميديال للتيبيال كراست ما بين الانتيرور والبوستيرور كراست بتاع التيبيا، ده هيديني اكسس على الانترو ميديال سنتر، الحته السنتر اللي عند التيبيال تيوبروستي والانترو ميديال ميديال، انما مش هيديني اكسس خالص على البوسترو ميديال. البوسترو ميديال كلها سواء السنترال بارت او البوسترو ميديال ميديال، انما البوسترو ميديال لو انا فتحت بوسترو ميديال ده هيديني اكسس لكل البوسترو ميديال اريا سواء على الميديال او على السنتر، وبالعكس كمان مع ان انا ارفع الجاستروكنيميس واحمي الجودة هنشوفه بالتفصيل، بقدر اوصل كمان للبوسترو لاترال ما عدا اريا صغيره جدا اللي هي فيري نير للفيبلا، دي ما اقدرش اوصل لها بالبوسترو ميديال. طيب لما اشوف الانترولاترال ابروتش، الانترولاترال ابروتش اللي احنا كلنا متعودين مع بعض الاكستنشن فيه هيوصلني ديفينت للانترولاترال سنترال والانترولاترال لاترال، وممكن بشويه اكستنشن ريليز هوصل للبوسترولاترال كمان اللي انا مش هقدر اوصله بالبوستروميديال. فاذا لو احنا شايفين من الرسمه دي كويس هنلاقي ان احنا الانترولاترال او الاكستندد انترولاترال ابروتش بيغطيني كل الاريا دي والبوستروميديال بيغطي لي كل الاريا دي، فالاثنين ابروتش دول اهم اثنين ابروتشز لازم كلنا نبقى عارفينهم كويس لان هم اللي هيغطوا لي معظم حالات التيبيال بلاتو فراكشر. بعض الحالات مش هقدر اوصل لها من خلال ده للانتروميديال، وانما وبعض الحالات لازم احتاج بوسترولاتر لو انا مش هقدر اعمل الاكستندد انترولاتر. نيجي للبوسترولاتر، هيوصلك ديفينت للبوسترولاترال من هنا وهيوصلك للبوسترولاترال لاترال والانترولاترال لاترال كمان بشويه اكستنشن. الاكستندد انترولاترال هيوديك شويه مور بوستيرور كمان، وهنشوف مين الاكستندد بوسترولاترال اللي ممكن يدخلني شويه بوستيرور، ولو ان انا ما عنديش مشكله لو البوستروميديال يقدر يوصل لي هنا فانا مش محتاج ان انا اوصل بوسترولاترال قوي من الجزئيه دي. هنريفيو الابروتشز علشان نرجع لما نعيد الصوره ديت نبقى فهمنا كل ابروتش بنخش ازاي وبنأتاك انهي جزئيه. طبعا الكلاسيك انترولاترال ابروتش اللي احنا كلنا بنفتحه اللي هو بنفتح لاترال سواء ستريت انسيجن او ليزي اس، معظم الناس دلوقتي بتستخدم الستريت علشان العيان ده لو احتاج توتال ني قبل كده بعد كده يبقى انت ما عملتش ابروتش اجينست الفيوتشر سيرجري. لما بتفتح انت الانترولاترال ابروتش يعني انت بتفتح على الجزء ما بين البوستيريور ايدج اوف ذا تيبيا وما بين التيبيال تيوبروستي لاترال وتكستند فوق الجوينت لاين وبتفتح، وبعد كده بتبتدي تزحلق الاليوتيبيال من على الجيرد ستيوبركل وعلى التيبياليز انتيرور وبتكسبوز
كل الانترولاترال سيرفيس اوف ذا تيبيا، ومن خلالها بتقدر توصل للسبلت فراكشر بتاع اللاترال فيمورال كوندايل. ولو انت عندك سبلت ديبريشن بتفتح الجزء ده بتاع السبلت وتاتاك الديبريشن ترفعه، اذا كنت هتحط جرافت او ما تحطش، وترجع السبلت تاني وتحط البليت بتاعك على الانترولاترال سيرفيس. الاكستندد انترولاتر بقى حد من صديقنا جي كي من كوريا الجنوبية بدأ يشتغل هنا ان هو ازاي يوصل من الانترولاترال ويدسكت ما بين التيبيا البلاتو وما بين الجزء بتاع اللاترال كولاترال ليجمنت، ويرفع اللاترال منسكس بسوتشر ويعمل شوية انترنال روتيشن ويعمل شوية فارس يفتح الجوينت، وبالتالي يقدر يوصل تقدر توصل للبوستيرور ايدج of the posterolateral area of the tibial plateau. دي تسمح لك ان انت في بعض الحالات اللي فيها سبلات ان انت تقدر ترجعها وتمسك الفراكشر وتاخد anteroposterior scrolla. وعندك فراجمنت كبيرة تقدر تركب what is called rim plate. rim plate ده بليت صغير ممكن تستخدمه اي نوع من انواع البليت الميني بليتس، يلف حوالين التيبيال بلاتو من هنا من اللاترال ويروح كأنه هوك بليت يسابورت البوستيرور بارت اوف ذا لاترال تيبيال بلاتو فروم بوستيرور. انما ما يقدرش يعمل باتراسنج. يعني لو انت عندك حته كومنيوتد او سيجنيفيكانت بوستيرور كورتكس رابتشر مش هتقدر تحط بليت بوستيرولاتر. احنا كل الاريا اللي احنا شايفينها دي هي الانترولاترال، يعني ده الباتيلر تندون وده التيبيال تيوبروستي، ده هنا كان مكان الجيرد ستيوبركل، وانت زحلقت الاليوتيبيال بجزء بتاع التيبياليز انتيرور ماسل واكسبوزين كل اللاترال تيبيال بلاتو والارتيكولار سيرفيس واصل بوستيرور. تقدر تحط بليت هنا كسبورت كريم وبعد كده تحط البليت علشان السبليت اللي هنا موجود يسبورت السبليت، وهنا لو انت عندك جزء في اللاترال تقدر تحط البليت الصغير ده. ده الاكستندد انترو لاتر. على الميديال ابروتش، الميديال ابروتش في بوسترو ميديال وفي انترو ميديال. حالة زي كده هنلاقي ان السبايك او المين اللي هنا ده احنا انترو ميديال، في جزء منها بوسترو ميديال، يعني هنا ممكن استخدم دبل بليتنج، وان بليت صغير هنا وبليت صغير هنا، بحيث ان انا عندي اعمل سبورت لهنا. ان هنلاحظ ان هنا مفتوحه ده معناها ان هنا التنشن كان هنا والكمبريشن كان هنا، معناها ان الفورس كانت في الوقت ده كانت فارس وبوستيرور، فعملت كومبريشن بوستيرور وفتحت انتيرور. يبقى الابروتش هنا زي بتاع تيبيا، زي ما بتيجي تعمل هاي تيبيا الاوستيوتومي بتفتح وتبقى انت دايركت على البون وتزحلق بس الميديال كولاترال ليجامنت والبيس انسيرنيس وتحط تو وان بليت او تو بليت. ده لحالات اللي لما يكون عندك انت اتاك الانتروميديال. البوستروميديال ده بقى من اهم الابروتشز اللي احنا لازم كلنا نبقى عارفينه، وده هايلي انديكيتد في حالات الكرونال فراكشر والشيرينج فورس. لما يكون عندي فراجمنت زي كده لا يمكن امسكها هنا من الميديال، يعني ما ينفعش احط بليت هنا كده ويدوبة الايدج بتاع البليت هو اللي يبقى ماسكها كده وكل البليت ماسك في نورمال بون. لازم البليت زي ما شرحنا قبل من كده لازم يتحط فروم بوستيرور ويرجع الجزء ده اناتوميكال. هنا نفس الحكايه في 3D، انا لازم اتاك الجزء المكسور من هنا واحط وارجع الارتيكولار سيرفيس واحط باترسنج بليت او بيسموه الانتي جلايد فور فيكسيشن. الكلام ده ممكن اعمله ان سوباين بوزيشن وممكن اعمله بروم بوزيشن. في البروم بوزيشن بالنسبه لك انت هيبقى الموضوع مريح جدا وكمفورتبل، لان انت تاخد المسامير بوسترو انتيرور والدنيا اسهل، ولان انت كده راكب فوق الكسر وعامل وشغلك كله بوسترو انتيرور فالدنيا هتبقى اسهل. انما لما يكون عندك انت ناوي تفتح انذر ابروتش انتولاترال مع بوسترو ميديا، ده معناه ان انت هتحتاج ان البوزيشن بتاع العيان يتغير اثناء الجراحه، ودي ساعات تبقى صعبه شويه، وبالتالي البرون مش ريكومندد لو انت تعمل دول ابروتش. انما لو في حاله زي كده هو بيور بوستروميديال يبقى بيست بي مانج ان انت تحطه برون بوزيشن من الاول، لانه هيبقى وان بوزيشن وتحط البليت بوستيرور. وده بوستروميديال ابروتش، انت فاتح بوستيرور هنا لو احنا شايفين الصوره، وادي السبايك بتاعه البوستروميديال علشان ترجع الفراجمنت قصاد بعض، وهنا بتاخد الجاستروكنيميس كلها بترحلها. انت فاتح هنا ميديال بترحلها لاترال عشان تحميلك الجزء بتاع الباسكولار بان، وهتحط البليت كأنتي جلايد هنا في الجزء ده.
امتى قلنا تعمله سوباين اللي هو في حالات لو انت هتعمل دول ابروتش، لو انت هتعمل وان ابروتش وبوستروميديال يبقى انت هتروح للبرومبوزيشن. طيب في السوباين انا هعمله ازاي؟ انت بتتني الركبه حوالي 30 درجه، بتوقف الناحيه الثانيه من رجل العيان، يعني لو انت هتشتغل على اليمين انت واقف على الشمال، وبتتني الركبة حوالي 30 درجة، وبتعمل external rotation في الهيب، ممكن تحرك الترابيزة تلف تبقى مرفوعة من الناحية اللي انت واقف ناحيتها ومميلة على الناحية اللي هتشتغل عليها، وبتفتح من الميديال فيمورال ابيكوندايل وعلى البوستيرور تيبيال بوردر ديستال، ونفس الحكاية هتجيب الجاستروكنيميس بوستيرور والبيس انسيرنس انتيرور وتعمل صبري أسر ريليز، هتلاقي نفسك على الفراكشر وعلى السبايك اللي هي دايما على البوستروميديال بارت، وتبقى شايف الفراكشر كويس وتقدر تحط الباتروسنج بليت، سواء هتستخدم بقى تي بليت او هتستخدم لوكت بليت، او لو هي فراجمنت صغيره ممكن حتى تستخدم سمول ريديال بليت. هنا طبعا بتفتح كمان، بتقدر توصل للارثروتومي وتفتح وترفع المينيسكس الميديال المينيسكس علشان تبقى شايف الريدكشن بتاع الارتيكولار سيرفيس كويس. انما هي لو فراجمنت كبيره كويسه واضحه جدا ممكن ما تحتاجش تعمل ارثروتومي، ومجرد ان انت هتعتمد ان دايركت ريدكشن طالما السبايك هتركب مع السبايك بتاعت الكورتكس، وبتشيك بي الايمج بعد ما تاخد تمبر فيكسيشن بكي واير وتاكدت انها كمان في الارتيكولار سيرفيس راجعه، خلاص بتحط البليت بتاعك. يفضل ان انت بتحط كمان اتنين لاج سكرو في الاول، لان زي ما احنا عارفين ان اي انتر ارتيكولار فراكشر از بيست ان انت تعمل له ابسولوت استابيليتي مش ريلاتيف استابيليتي، وده هيتم باللاج سكرو. في البرومبوزيشن دايما الدنيا بالنسبه لك قلنا هتبقى اسهل، تحط حاجه تحت الفيمر، حاجه بطانية ملفوفة أو ملاية تخينة ملفوفة، علشان ده يقلّاو هايبر اكستنشن للني، لأن ده هيساعدك شوية في الفراكشر ريدكشن. نفس الحكاية هتفتح ميديال للميديال هيد بتاع الجاستروكنيميا، سواء انت فاتح بوسترو ميديال رايح ميديال وتزحلق، يعني لو انت رحت بقى ميديال للميديال هيد في جاستروكنيميا انت كده دايركت بوستيرور ابروتش، لا البوسترو ميديال هو ميديال للجاستروكنيميا وزحلقها لاترال وتخش في انترفال ما بين الميديال جاستروكنيميا والسيمين برونوزس، وترفع البوبليتياس ماسل اللي هي طالعه هنا من السيرفيس ميديالي من الابر بوستيرور بارت اوف ذا بوستيرور تيبيا، تزحلقها بالصبري اوستيوم وتحط البليت بتاعك وتاكد الكلام ده بالامج. لما نيجي نشوف الرسمه دي مهمه جدا، احنا لسه ما شفناش البوستر لاتر ابروتش، انما انا عايز اقول لك ان البوسترو ميديال ابروتش احنا هنا من الميديال طبعا ده البيست اللي هو هيوريها لك، البوسترو ميديال يقدر يوصلك لحد الجزء ده، يا دوبه الجزء اللي هو نير ذا فيبولا ده هو اللي ما يقدرش يوصل البوستر ميديال، لان انت بعد ما انت بتقلب الجاستروكنيميس بكل النيوروفاسكولار باندل انت ممكن تحط هومن هنا كده بالراحه بلانت هومن، وتقدر توصل لمعظم البوستيرور اسبكت اوف ذا تيبيا لحد هنا تقريبا من الجزء من اللاترال تيبيال بلاتو بوستيرور، انما ما تقدرش توصل لدي بنسميها البلايند اريا للبوستروميديال، الجزء اللي هنا ده كانوت بي اتاكت الا من خلال بوسترو لاترال ابروتش. ده الدايركت بوسترو ابروتش اللي كلنا برضو عملناه في وقت من الاوقات، الحقيقه فيري رير ان هو يبقى يوزد لانه الديسكشن عالي جدا والاتروجينيك ممكن تعمل نيوروفاسكولار باندل انجري وانت بقتش محتاجه الحقيقه يعني، فانت البوسترو ميديال يقدر يوصلك وسيف، والجاستروكنيميس حميالك النيوروفاسكولار باندل تاخد كل البوسترو ميديال اريا وتقدر كمان توصل فار لاترال ان انت تثبت بلايت، مع الاكستندد انترو لاترال ابروتش فتقدر توصل منه للبوسترو لاترال بوردر بتاع التيبيال بلاتو، فانت بقيتش محتاج ان انت تعمل اكستنسيف ديسكشن لبتاع البوستيرور ابروتش. نيجي بقى المشكلة العويصة بتاع البوسترو لاترال ابروتش، احنا عارفين ان الميديالي احنا كلنا سهل ونفتح بوسترو ميديال كويس قوي ومش خايفين كتير، احنا فاتحين ميديال للجاستروكنيميس وما عندكش حاجه انت خايف عليها كتير وهو بيحملك النيوروفاسكولار بانك، انما كلنا اول ما تيجي سيره ان احنا هنفتح بوسترو لاترال ابروتش لا نفتكر بقى الكومن برونير وكل النيوروفاسكولار اريا هنا والفيبيلا هتضايقك وحاجات كتير صعبه جدا بالنسبه كمان للاركود كومبلكس اللي حوالين واللاترال كولاترال ليجمنت والفيبيلر والبوبليتيال تندون، فدي حاجات صعبه. اول ما فكروا في البوستر لاترال والكلام كان ات سيمز لوجيك،
طيب انا اللي مضايقاني الفيبيلا باللاتر كولاترال ليجمنت بالكلام، فانا هعمل اوستيوتومي للفيبيلا. وبالتالي وده كان لوبنهوفر قال ان انا هشيل الفيبيلا اعمل اوستيوتومي وابقى ارجعها في اخر العمليه سواء بلاج سكرو او بتنشن بان، وده هيديني اكسسبيليتي للبوسترولاترال لو انا عندي isolated shearing fracture على البوسترولاترال ومحتاج ان انا احط بليت في الحته المزنوقه دي. فاخش افتح بوسترولاترال واسلك على الكوم برونيال الاول من عند البايسبس تندون، وبعد كده اقطع الفيبيلا لما اطمن على على الكوم برونيال ان انا حميه، واقطع الفيبيلا وارفعها باللاتراكولاترال ليجمنت، وبعد كده اللاترال هيد اوف جاستروكنيمياس اخدها ميديال تحميل النيوروفاسكولار باندل وهفتح السندزموزس. يعني انا هقطع بقى السندزموز اللي هو التيبيو فيبولر جوينت علشان انا هشيل فيبولا خالص من الارتكوليشن بتاعها. فهو very يعني aggressive dissection، وده طبعا بيأثر كمان على الفاسكولاريتي بتاعت الاريا دي. فهو بس مستو ان هو بيديلك وايد اكسبوجر على البوسترولاتر ايليا اريا، وبتقدر تعمل فيكسيشن وباترسنج على البوسترولاترال وترجع الفيبيلا تثبتها بلاج سكرو. اوبتيمال اوفر فيو للبوسترولاترال بلاتو، اي نعم، انما كونسيدرابل تروما للسوفت تيشو بهذا الاكستندد اكسبوجر، وبيعمل تروما بيأثر على البلاد سبلاي كمان بتاعت الجزء بتاع البوسترولاترال، لدرجه ان لقوا في لوس اوف ريدكشن في 50% ميبي نتيجه ان هو انت قللت البلاد سبلاي للاريا ديت. فانت هنا في جود فيو بس اكسبنس اوف ذا تيشو نيوتريشن للاريا، وبالتالي حكايه ان احنا نعمل فيبولار اوستيوتومي بطلت شويه. فبدأ طيب احنا اللاترال كولاترال ده ماسك من الفيبيا لللاترال فيمورال ايبيكوندايل، فاحنا نفكر في حاجه. والحقيقه الثانيه دي بنستخدمها احيانا في السيفير فالجس ديفورميتي ان انت تعمل لاترال ايبيكوندايلر اوستيوتومي. طب ما ليه ما نعملش لاترال فيمورال ايبيكوندايلر اوستيوتومي واسهل، وهنشيل ودي يمكن حاليا مور بوبولار، وممكن الابروتش بتاعك يبقى اساسا انترولاترال زي ما احنا شايفين كده، ديت دي الباتيلا وده تيبيال تيوبروستي ووادي الجيرد ستيوبركل انت حركت الاليوتيبيال، وبعد كده لما جيت هنا رحت انت قاطع وادي البون باللاترال كولاترال ليجمنت وقلبت كل اللاترال كولاترال من اللاترال فيمورال ايبيكوندايل وزحلقته عليك، فاداك وسع لكل الجزء بتاع اللاترال تيبيال بلاتو ان انت تقدر توصل انتير وتقدر توصل بوستيرور. وطبعا هنا بيبقى تو ويندوز، يعني انت هنا ده الويندو الانتيرور، من الويندو بوستيرور هتسلك بوستيرور مع الكومن برونيال يبقى تقدر توصل بوستيرور كمان. ده كلهم برضو عيبهم ان انت بتعمل اوستيوتومي للبون وبتعمل انذر فيكسيشن والكلام ده كله. فجي قال لك احنا عايزين بقى نعمل وزاوت فيبولار سود، وهو كانت الفكره ان انا مش محتاج من البوسترولاترال ان انا احط بليت كبير ولا حاجه، انا مجرد ان انا عايز ويندو اقدر اخش منه اتاكد من الدايركت ريدكشن بتاع البوسترولاترال، واقدر احط فيري سمول بليت كباترسنج للجزء بتاع البوسترولاترال ده، انما مش المين ان انا احط ميجور بليت زي الانترولاترال. يعني انا مش هحط لوكد بليت ولا حاجه، ده انا هحط فيري سمول باترسنج بليت. وهو بيشتغل نفس حكايه لك احنا مجرد عايزين نخش ديسكشن، انا هفتح انترولاترال وافتح ويندو من ناحيه انتيرو من ناحيه الجيرس سوبركل، وافتح بوستيرو كمان بعد ما اعمل ديسكشن كومن برونيال، ومجرد ويندو صغير، ولو في جينيكولار ارتي ولا حاجه انا هبتدي اعمله ليجيشن، وانزل اعمل ديسكشن للسوليس من على البوسترولاترال سيرفيس اوف ذا تيبيا وازحلقها. مشكلته ان انت اخرك انك توصل ل 4 5 سم، لان بعد كده بيحصل وات از كولد ترايفوركيشن بتاع النيورو بتاع الفاسكولار باندل بتاعتك، وهنا ممكن تتعور الانتيرور تيبيال تعور، فانت اخرك من 4 ل 5 سم ديستال تو ارتيكولار سيرفيس. انما هو لحسن الحظ ان احنا علشان عندنا زي ما احنا عارفين ان البروكسيمال تيبيا الجزء بتاع البوستيرور بتاعها له فلير، يعني له شفه بوستيرور، فدي بتخلص وبانجل 45 درجه، فدايما الكسر يخلص كسبلت
في الكورتكس حوالي 4 ل 4 سنتي. فانت دايما ما تبقاش محتاج قبل كده، وتحتاج ان انت يا دوبك تحط باترسنج بسمول ريديال بليد بتاع الديستال ريديوس، تحطه وتعمل، وهو ده، لان ده مجرد باترسنج للفراجمنت بتاعت البوستولاتر. لو انت عندك مع الفراكشر بوستولاترال فراجمنت ديسبليس، ان انت دي مش هتقدر تعمل لها اي باترسنج، ولا تقدر تمسكها من انترولاترال. لو انت حاطط انترو تقدر تعمل لها ريم بليت، تقدر تحط لها مثلا لاج سكرو لو امكن، انما لو هو كومينيوتد ومش عارف، ما فيش حل غير انك تحط لها باترس من البوسترو لاترال ابروتش. يبقى نرجع تاني ان الكومبايند بوسترو ميديال والانترو لاترال ابروتش ده بيديك الباثوي تو فيكس كل الكولمز بتاع الفراكشر، بس برضو في النهايه لازم تعرف تعمل الاكستندد انترو لاترال عشان لو انت محتاج تخش بوسترو لاترال، او تعمل ايزوليتد بوسترو لاترال مع الانترو لاترال ابروتش بتاعك. زي ما انا قلت في الاول ان الامبلانت تشويس فيكسيشن ده مش ابيج ديل في حالات التيبل بلاتو. هو احنا عندنا بليتس كويسه جدا بالنسبه لللاترال كورتكس اللي هو اللوكد بليت العاديه المستخدمه. ممكن تستخدم تي بليت لحالات الميديال او البوسترو ميديال عند الايبكس اوف ذا فراكشر، ورا ممكن تستخدم ديستال ريديال بليت او حتى وان ريكوم بليت او وان ثيرد بليت. فالامبلانت تشويس في تيبيال بلاتو مش ابيج كونسرن. بعض البليتس بتبقى انوفيتد كتير، يعني مثلا ده بليت جديد لاترال وعامل مركب معاه، وفي حاجات بتبقى مسامير اكتر زي الريم بليت، يعني هو نفسه يروح بوستيرور ياخد بوسترو لاترال مع الاكستندد انتروراتال ابروتش. ده بليت بدل الديستال ريديوس، بس عشان يبقى واخد نفس الانجل بتاعه البوستيرور تيبيا، واخد الكونفيجوريشن فاناتوميكالي ينام على الديستال ريديوس اناتوميكالي ريديوسد عليه. فده الانوفيشن بتاعه. اخر حاجه ان احنا هنبص كده نستضي حاله بسرعه. ده 59 سنة falling from height، وعنده زي ما احنا شايفين كده complex tibial plateau fracture affecting the medial side واللاترال side، واللاترال في lateral fracture ومعاه depression، والميديال كالعادة one big fragment extending anterior and medial. ده ال 3D بتاعه اللي هو ده الفراكشر، وزي احنا شايفين مقصر لاترال، وهنلاقي كمان فراجمنت بوسترو لاترال موجوده، وملاحظين كمان ان الفيبولا كمان مكسوره معاه. وهنا ده الميديال فراكشر اكستندنج ميديال ورايح بوستيرور، يعني الميديال كمان انتيرور اند بوستيرور. وده اللي هو بقى الكرونال مبين لنا الميديال فراكشر والكمبريشن، وادي الفيبولار هيد فراكشر، وده واحد تاني مبين لنا قد ايه الميديال ديسبليسمنت انتيرور وقد ايه الدبريشن على اللاترال والفيبولار فراكشر. لما ناخد الصور هنلاقي ده الميديال ديسبليس، وده الحاجه اللي قلت لكم عليها ان هو في كونفورميتي ما بين الميديال تيبيال كوندايل وما بين الفيمر، وبالتالي دايما كلها بتنكسر ان لارج فراجمنت، في حين ان اللاترال دايما تنكسر ان كومينيوتد وديبرست. لما نبص هنا على الميديال هنلاقي ان هو كومبريسد ورا، وده في كومبريشن معناه انه كان في فلكشن وفاتح انتيرور، يبقى احنا عندنا التنشن هنا انتيرور والكومبريشن هنا بوستيرور، وعندنا هنا طبعا برضو كومبريشن في عامل اكزيال لو او اكزيال لودنج، وعامل له ديبريشن على اللاترال تيبيال بلاتو. اللاترال نفس الحكايه، لما نستدي هنلاقي ان في جزء من اللاترال انت مش هتقدر تمسكه بالبليت اللي هيتحط انترو لاترال، ده في فراجمنت كبيره بوستيرور ديسبليسد بوستيرور، والبليت اللي هيتحط هنا مش هيقدر يمسك لك البوستيرور لاترال فراجمنت ديت، ومحتاجه باترسنج بليت عليها لانها البوستيرور لاترال فراجمنت ديت انسبورتد. كان معاه سوفت تيشو انجري فتعمل له الاكسترنال فيكسيتور ده لحد ما السوفت تيشو يهيل والاديمه، وبعد كده بدأ فتح ميديال ابروتش الاول. وهنا انت تقدر تحرك الميديال ابروتش زي ما انت عايز، انت زي ما احنا شفنا ان هنا مش دايركت بوسترو ميديال بس، لا دي راحه كمان انتيرور، فانت هنا لا هتقدر، مش عايز تستخدم دايركت بوسترو ميديال ابروتش ولا انترو ميديال، انت ميد واي ما بينهم علشان ترجع انتيرور وترجع بوستيرور. فهو لما فتح
الميديال قدر يرجع الفراجمنت الكبيرة كلها مع بعض، وبعد كده استخدم واحد anterior زي ما احنا شايفينه قريب اهوت من التيبيال تيوبروستي علشان يقفل التنشن سايد، وبعد كده راح حاطط بليت بوسترو ميديال علشان الكمبريشن سايد، فحط دبل بليتنج الاثنين لو بروفايل بليت على الميديال سايد، وبعد كده راح بوستيرور قلنا في فراجمنت البوسترو لاترال فراجمنت كمان unsupported ومش هتمسك بأي lateral plating، وهو استغل فكرة ان الفيبولا هنا مكسورة فعمل كأنه ليبنهوفر approach مع fibular osteotomy لان الفيبولا already مكسورة، فقدر يفتح البوستر lateral مع الفيبولار approach. طبعا هو كان one approach، مش هنفتح anterolateral وposterolateral، لا extended anterolateral ورفع الفيبولار فراكشر باللاترال كولاترال، وحط البليت الباتروسنج الاول على البوسترولاترال، وبعد كده راح من نفس الابروتش انتيرور وحط البليت اللي هيمسك كل الكونستراكت ده بالميتافيزيال بارت. ما انت عندك كونستراكت ميتافيزيال كله لازم يلينك مع الجزء الديافيزيال بتاع البيشنت، يعني كل البليتس ديت كانت مجرد باترسنج للفراجمنت عشان ما يحصلهاش ريديسبليسمنت، انما المين لاترال سبورتنج لوكت بليت ده بيمسك كل الكونستراكت ده بتاع تيبيال بلاتو مع المين ديافيزيال بليت، وهنا حط بعد كده رجع الفيبولار فراكشر وعمل لها تنشن باند، ودي كانت البوست اوبراتيف اكس راي. نرجع تاني للتيك هوم مسج، هي الصورة بتاعة الإيفوليوشن بتاع الكلاسيفيكيشن واللينك ما بين الكلاسيفيكيشن وما بين الأبروتش، ونرجع تاني نقول إن الأنتروميديال أبروتش ده ليميتد للحاجات الأنتيرو اللي هي مش كومن سيناريو في حالات التيبيال بلاتو. البوستروميديال من الحاجات المهمة جدا اللي احنا لازم دايما نتعود عليها لأنها هتدي لك أكسسابيليتي لكل البوستروميديال ده، بوستروميديال ميديال والبوستروميديال سنتر، وكمان هيوصلك للبوسترولاترال ما عدا البلايند سبوت اللي هي موجودة عند الفيبولا. الانترولاترال لو اكستندد وقدرت توصل من السوبرا باتيلر ابروتش والدسكت هتقدر توصل كمان للبوسترولاترال، بس على حسب لو هي وان فراجمنت كبيرة يبقى انت مش محتاج باترسنج بليت بوستيريور، تقدر تمسكها مع الكونستراكت الانتيرو اللي انت هتحطه، انما في حالة ان انت عايز بليت يتحط عليها بوستيريور يبقى لازم تتعلم تشتغل البوسترولاترال ابروتش مع الانترو لاترال ابروتش اللي هو بنسميه اكستندد لاترال ابروتش. ثانك يو. ثانك يو سو ماتش بروفيسور وائل على المحاضره الاكثر من رائعه دي، صراحه محاضره يعني مارفلس توك دكتور وائل بي. ربنا يديك الصحه. هو النقطه المهمه قوي اللي حضرتك يعني اشرت لها دكتور وائل بي ان انا مش تو فيكس باي وات، انما هاو تو فيكس، هاو تو ابروتش دي فراكشر، هي دي اهم حاجه يا فندم. دي توك تكون مسج فعلا اللي ساعتك بتحاول فعلا توصلها لنا كلنا يعني. تمام we are ready to receive any questions to Professor Wael. طبعا هو المحاضره بصراحه يعني كل حاجه very illustrative دكتور Wael بي. ربنا يخليك دكتور اشرف، ربنا يكرمك. I'm waiting for any questions. هو يعني اللي قدامي بس الناس بتشكر فيه التوك جدا بصراحه يعني. ربنا يخليك دكتور اشرف، الله يخليك، ربنا يخليك. معلش احنا عذرا ان احنا يعني خدنا حضرتك اول يوم في السنه كده. لا ازاي، لا ازاي. ازيك دكتور سيد، اخبارك دكتور سيد؟ شغل ازيك دكتور سيد حضرتك؟ ازيك يا فندم، الله يكرمك بالتوفيق دايما ان شاء الله. شرفنا دكتور وائل والله، وربنا يخليك يعني الله يكرمك، ربنا يخليك، ربنا يبارك لك فيه. زحمه دكتور وائل، احنا بدات الاسئله تيجي يا فندم، ففي سؤال لحضرتك about meniscal repair at the time of fixation. Do you prefer it to do at the time of fixation or delay? لو اكسسبل وعاده بيحصل كده ان احنا لو اكسسبل بنعمل ريبير مع التايم اوف ذا سيرجري، وخصوصا مع الاكستندد ابروتشز، وتقدر تعمل تقدر تعمل ريبير للمنسكس ات ذا سيم تايم. تمام، يس.
كان حد بيسأل برضو على الفرق ما بين البايوميكانيكس ما بين الدول بليتينج وسنجل بليتينج، وقالوا انه مفيش بايوميكانيكال ادفانتج، ده بروفايدد ان انت واخد فيكسيشن بروبر ما بين اللاترال. هو دايما كان الفرق ما بين لو انا عندي ميديال فراجمنت كبيرة والبليت اللي انا حطه ميديال ماسك الفراجمنت الكبيرة الميديال، ده مش هيبقى فيه بيج ديفرنس. انما لو انا الكابتشر اريا بتاعتي زي ما انا وريت الصوره بتاعت الكابتشر اريا ديت في مش واخده كلها بوينت واحده على الميديال، يبقى هنا لا لازم اخد انذر بليت دول فيكسيشن علشان اعمل باترس البوسترو ميديال بارت. يس انذر كويستشن، كان وي دايركت انتيرير ابروتش فور بوث ميديال اند لاترال بلاتو؟ هو ده بقى ليس كومن زي ما انا قلت، لان الكومبليكيشنز بتاعته بقت عاليه والديسكشن بقت عاليه، فافضل دايما ان انا اعمل بوسترو ميديال وانترو لاتر. تمام. Another question sir, what's the size of the fragment that need fixation in rim fracture؟ هو الريم فراكشر دايما ده denoting اكتر سيفير انجري، ان الكابسولار انجري ده حاجه من السيفير انجري، وده دايما بتعرضه على اساس دايما انت ممكن تحتاج تعمل ام ار اي وتاسس العيان لو في اي نوع من انواع الانستابيليتي يبقى هنا لازم تفكس. فهي مش الكونسرن اباوت السايز اوف ذا فراجمنت على قد ما هو الديجري اوف انستابيليتي اثناء الاكزامينشن اوف ذا بيشنت. يس هو انا فور ماي سيلف دكتور ويل بي اي هاف ا كومنت او سؤال لحضرتك. الحاله اللي حضرتك كنت عرضتها في الاخر خالص يا فندم، يعني do you prefer حضرتك ان احنا نحط in such case four plates or I do it with external fixator and ligamento taxis؟ حضرتك يعني هل ال excessive metals مش هيبقى مشكلة معانا؟ والله هو ده بقت فلسفة موجودة حتى بتوع الهاند سيرجري في الديستال ريديس والكلام ده، هتلاقي بيتكلموا عن الكونسبت اوف سيركمفرنشال فيكسيشن. سيركمفرنشال فيكسيشن ان انا بتبع كل اريا فراكشر واتعامل معاها، وعادة بتستخدم زي ما احنا شفنا كده فيري لو بروفايل بليتس، هو وان بليت هو اللارج بليت بس ده اللي بيمسك الكونستراكت الميتافيزيال بالديافيزيال، انما انذر بليتس هي بتمنع الري ديسبيسمنت فقط ولو بروفايل. تمام. ام تشيكينج اني اذر كويستشنز. دكتور محمد كان ليه سؤال بس للدكتور وائل. اتفضل دكتور سعيد. يعني انا شايف يعني في الليتريتشر ان في كومباينيشن ما بين الفراكشر تيبيا بلاتو والبوست لاترال كورنر انجري، وفي حالات كتيره تمام. يعني بصراحه كنا بنبقى يعني الفراكشرز راجع اناتوميكال وراجع كويس، وبعد كده تلاقي العيان بيخش بعد كده في فيروس في ريزيدوال فيروس بوسترولاتر. وده فعلا لان هو بيبقى يعني ما لقناش له اي اكسبلانيشن الا ان هو بيبقى كومباين مع بوسترولاتر كورن. فهل في رول ان احنا مثلا يعني بعد ما نعمل فيكسيشن للفراكشر وبعد ما نريديوس كل حاجه ان احنا نعمل مثلا اكزامينيشن تعمل ريكونستراكشن؟ ده أساسي يعني، وده كان طبعا. أحد المرضى اللي عملناه برضو ده كان معاه بوسترو ميديال فراجمنت ايزوليتد وفي نفس الوقت معاه بوسترو لاترال بي سي ال، فاحنا عملنا البوني فيكسيشن وليتر اون عملنا له البي سي ال وعملنا له البوسترو لاترال كورنر. يعني في رول ان احنا نعمل البوسترو لاترال كورنر مع البي سي ال انزيمتيشن ولا يفضل ان احنا نبوستبون البي سي ال؟ لا عملناهم الاثنين مع بعض، لانه دايما حتى احنا يعني عندنا البروتوكول في الاسم ان احنا المالتيبل ليجامنتس انجري ان احنا نعمل بي سي ال مع البوستر لاترال كورنر وبعد كده الاي سي ال هي اللي نيكست ستيج، انما عشان البي سي ال ده هو البيفوت اوف ذا ني مع البوستر لاترال لازم يتعملوا الاول هما الاثنين. يعني لما يكون كومبايند مع مثلا فراكشر فيكسيشن وسكروز وميتالز كتيره وكده، لا هل... ما انا بعمل الفراكشر الاول، بعمل الفراكشر الاول البوني واكزامن وليتر اون اعمل البي سي ال والبوسترولاترال، يعني البي سي ال والبوسترولاترال ات النيكست ستيج مش مع الفراكشر فيكسيشن. تمام شكرا. تمام. وطبعا في نهايه التوك احنا يعني بنشكر استاذ دكتور وائل سمير، شكر غزير وجزيل على جويننج اس تونايت. ثانك يو سو ماتش سير، ويعني يعني مش عارفين نقول حضرتك ايه، حضرتك من الناس السبورتيف لنا جدا في الكورس يا دكتور وائل بيه. ربنا يكرمك يا دكتور، شاكرين افضل حضرتك، انما يعني احنا بنعتبر حضرتك وان اوف ذا بيست فريندز لبنها يونيفرستي كلها. يعني طبعا يا بيه، ربنا يخليك يا فندم. ثانك يو سو ماتش، شاكرين جدا دكتور وائل بيه. هنشفت لي السكند توك.